طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجه، فخامه الرئيس انه بسم الله ما شاء الله عاصم هو يعني معجزه الهيه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. ما شاء الله عاصم بسم الله ما شاء الله وهو حافظ لكتاب الله، اذا قلنا له اي ايه في القران هو بيعرف رقم الايه واسم الصوره ما شاء الله والجزء. فاحنا ممكن نعمل ده دلوقتي اذا حضرتك حابب بعد اذنك. طب ما تقول لنا الآية اللي احنا قلناها بتاع سيدنا يوسف دي الجزء الكام، ومش هقول الصفحه بقى، هقول الجزء الكام والارقام اللي انت بتقولها، لكن انت يعني ربنا موفقك فيها. يعني سورة الأنفال الجزء العاشر آياتها 75، ترتيبها رقم 8، رقم الصفحة 185، رقم الآية 63. شكرا يا عاصم، بشكرك شكرا جزيلا. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.